عند ايجابيات اكثر ولا سلبيات اكثر؟ هذاك الشيء كيبقى على حساب الشخص كي داير. انا بالنسبه لي عندها سلبيات اكثر ما عندها ايجابيات. الشهره ديالي، لان اصلا حتى في المشوار ديالي يمكن غادي ندخلوا السيريو. مزيان هذا كنهضروا السيريو، يمكن انا قليل ندخل في السيريو. الموضوع ديال الموسيقى بزاف، ماشي بزاف الناس اللي ما متفقينش عليه، سيرتو من الناحيه الدينيه ديالنا، ان الموسيقى بزاف الناس كاين اللي يشوفها حرام، كاين اللي يشوفها، وانا ما باغيش نغضب الله سبحانه وتعالى. ديما نبغي يمكن ما عمرو قلتها، ولكن ما نتمناش انني شي نهار نلقى الله سبحانه وتعالى وانا باقي عاد نغني. تبارك الله عليك الدوزي، ونتمنوا لك كل التوفيق ان شاء الله، ونتمنى انك دير داك الشيء اللي يرضيك انت ويرضي الله سبحانه وتعالى. نحاول نرضي الله سبحانه وتعالى في بزاف ديال الحوايج، ولكن تجي واحد الوقيته اللي الانسان يبغي يتصالح مع نفسه. ما نقولش هذا الشيء اللي انا كنديره ماشي مزيان، لان